بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم كن لنا بما كنت به لأوليائك، اللهم ادخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم حققنا بحقائق أهل القرب، واسلك بنا مسالك أهل الجذب، وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وارحم أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نكمل قراءة الرسالة القشيرية للإمام الأستاذ عبد الكريم القشيري، المتوفى سنة 465 هجرية والمولود سنة 376 هجرية في ربيع الأول، يعني المفروض يبقى المولد بتاعه، يعني المولد بتاعه برضه في ربيع الأول ووفاته في ربيع الأول. ولد سنة 376 هجرية ربيع الأول، ومات سنة 465 هجرية ربيع الأول، يعني ده في القرن أواخر القرن الرابع الهجري إلى أوائل القرن الخامس الهجري، وبيحكي قصص مشايخ من القرن الثاني الهجري ومن 150 سنة الهجرية، وفي الآخر لحد دلوقتي يجي لك الوهابية يقول لك هي الصوفية دي حديثة على الإسلام. حديثة يعني إمتى؟ هم أصلا طالعين من إمبارح والصوفية أقدم منهم بقرون، ولحد دلوقتي يقول لك الصوفية دي حديثة على الإسلام، حاجة ما يعرفهاش الإسلام، فيعني شيء عجيب يعني. بس نظرة بسيطة للتواريخ الواحد يعرف مين اللي هو حديث ومين اللي هو قديم. باب الصحبة. الصحبة جاية من المصاحبة، والمصاحبة يعني المقارنة، لما تقارن شيء يبقى اسمك مصاحب. والحقيقة الصحبة لله، الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر يقول ايه؟ اللهم انت الصاحب في السفر. شوف، الصحبة اصلا لله، والصحبة اصلا تكون في الله، والصحبة اصلا تكون لله، فيا اما لله سبحانه وتعالى ابتغاء وجه الله، او في الله، او يكون الله هو المقصود الحقيقي بلا علائق ولا عوائق. قال الله عز وجل: ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. ثاني اثنين اللي هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام هنا على سيدنا رسول الله: الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا، ثاني اثنين اذ هما في الغار، والغار اللي هو غار ثور غير غار حراء اللي نزل عليه الوحي فيه. غار ثور كان جنوب مكة في غير طريق المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم توجه جنوبا حتى يراوغ أعداءه فيخبئ عليهم، ولكن مع اقتفاء الأثر وصلوا إلى الغار أيضا، مع اقتفاء الأثر، وكانوا يقتفوا أثر سيدنا أبي بكر لا أثر سيدنا رسول الله. رسول الله كان إذا سار على الرمل كان لا يترك أثرا صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن إذا وقف على الصخر ترك الأثر، ورث ذلك من سيدنا إبراهيم. وأنت عندما تقف عند مقام سيدنا إبراهيم الذي كان يبني به الكعبة تجد صخرة كبيرة وأثر الأقدام موجودة فيها. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، اللي هو من سيدنا أبو بكر، يبقى الصاحب هنا سيدنا أبو بكر، لا تحزن إن الله معنا، لأنه كان مصاحبا له في السفر في الهجرة. لما أثبت الله سبحانه للصديق الصحبة بين أنه أظهر عليه الشفقة، يعني إذا صاحبت من هو دونك يبقى الأصل فيها الشفقة والخدمة. يبقى إن كنت تصاحب من هو دونك في السن أو في العلم يبقى يكون أصل الصحبة قائمة على الشفقة والخدمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صاحب سيدنا أبو بكر كان حاله معاه الشفقة، لما لقى حزنان وزعلان وخائف على النبي صلى الله عليه وسلم طمأنه وطيب خاطره وقال لا تحزن
إن الله معنا، فأظهر عليه الشفقة فقال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فالحر شفيق على من يصحبه. أخبرنا علي بن أحمد الأهوازي رحمه الله قال أخبرنا أحمد بن عبيد البصري قال حدثنا يحيى بن محمد الجياني قال حدثنا عثمان بن عبد الله القرشي عن نعيم بن سالم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متى ألقى أحبابي، وفي رواية إخواني، ما كان أحبابي إخواني، متى ألقى أحبابي؟ فقال أصحابه بأبينا أنت وأمنا، أولسنا أحبابك؟ أولسنا أحبابك؟ فقال أنتم أصحابي، أحبابي قوم لم يروني وآمنوا بي وأنا إليهم بالأشواق أكثر. اللهم احنا كل من جاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى هم دول أحباب النبي أو إخوان، ولهم مزية أنهم آمنوا بالسماع، والصحابة لهم مزية الصحبة وهي الرؤية، ولا شك أن الرؤية ليس من سمع كمن رأى، فما زالت الصحبة أعلى درجة في الجملة، ولكن الإيمان بالسماع أيضا له مزية وهو شدة اليقين وشدة المحبة والتعلق، لأن الإنسان لما يحب إنسان غائب عنه يزداد شوقا إليه ويزداد تعلقا به. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يكرسنا حقنا في وسط أصحابه المعلوم قدرهم العالي، فجبر بخاطرنا لأنه يجبر خواطر أمته كلها صلى الله عليه وسلم، فبين أنه مشتاق إلينا كشوقنا إليه، بل ربما يكون أكثر لكمال شفقته صلى الله عليه وآله وسلم. والصحبة على ثلاثة أقسام: صحبة مع من فوقك، يعني تصاحب حد أعلى منك، تصاحب شيخك، تصاحب أبيك، تصاحب أستاذك، ده يبقى أعلى منك، يبقى قائمة على الخدمة تخدمه، وهي في الحقيقة خدمة. وصحبة مع من دونك، تصاحب من هو أقل منك، تلميذك، ابنك الصغير، أو شيء أو إنسان أقل منك في المنصب أو شيء من هذا، يبقى ده من دونك، وهي تقضي على المتبوع بالشفقة والرحمة. يبقى هنا حالك مع الصغير أو الأقل منك إنك أنت تشفق عليه وترحمه، ليس منا من لم يوقد كبيرنا ويرحم صغيرنا. يبقى أنت في الحالة دي لما تكون أنت الكبير ترحم الصغير، ولما تكون أنت الصغير توقر الكبير. وعلى التابع، والتابع في الحالة دي لما يكون هو الصغير التابع يعمل ايه؟ الوثاق والحرمة، يراعي حرمة شيخه ويراعي حرمة ويوافقه على حاله، يعني يريد ان يستريح تقول له وانت عندك نشاط زائد لانك شباب وهو كبير، ما تقول له يلا بقى نم، لا، توافقه على حاله، فاذا اراد ان يستريح تريحه، اذا اراد ان يسير تسير وتسير معه بسرعته، وتحمل متاعه وتقضي حوائجه، كل هذا يعني تجد فيه بركته. والصحبة الثالثة صحبة الأكفاء والنظراء، تصاحب صديقك اللي هو قرينك بقى، انتوا الاثنين أصدقاء، أولاد جيل واحد، وأولاد مهنة واحدة، أولاد طريق واحد، في متقاربين في السن، وهي مبنية على الإيثار والفتوة. في الحالة دي بقى ايه؟ تؤثره، يعني وانتوا ماشيين لما تلاقي مكان في ظل ومكان فيش إلا واحد تخليه هو اللي يقعد، لو لقيت فيه أي حاجة غير قابلة للقسمة تؤثره تديها له، يبقى إيه؟ الإيثار والفتوة، اللي هي إنك تخدمه ولا تشعره إنك تخدمه. يعني شوف دي اسمها الفتوة بقى، الفتوة إنك تخدم الإنسان اللي قدامك دون أن يشعر إنك تخدمه ولا تشعره إنك تخدمه. لدرجة إن كانوا بيحكوا مثلا عن بعض الصالحين، وقرأنا إحنا في باب الفتوة أذكركم بعض الأحاديث فيها، سيدنا إبراهيم بن أدهم كان معه يعني في طريق وصاحب قرين له، فمرض هذا القرين فجلس معه فترة طويلة في مكان قطع سفر، وجلس معه علشان يمرضه، فلما كان في دور النقاهة طلب منه أنه مشتاق يأكل أكلة معينة، تملي المريض ما يبتدي يخف يقول لك أنا نفسي أكل كذا، فلما اشتاق لأكلة معينة ليس معه مال، فراح باع الحمار اللي هو أصلا بينقلهم في طريق السفر،
واشترى له طعامه. فلما اشترى الطعام واكل والحمد لله وخف، فجايين يسافروا، فقال له فين الحمار؟ قال له بعته. قال له ازاي تبيعه؟ وصار يلومه، قال احملك انا، وحمله مرحلة ويمشي مرحلة، ولم يشعروا ان هو باع الحمار من قبل. مش يقول له ما عشانك ليمنون بقى، مش المن والاذى، واخد بالك؟ المن والاذى ده وحش. فالايثار والفتوة انك انت تعمل الخير للبني ادم ولا تشعر انك عملت فيه خير لانه بتعمله لله، وتخفي هذا عنه كمان. الى دي اسمها الفتوة. فمن صاحب شيخا فوقه في الرتبة فأدبه ترك الاعتراض وحمل ما يبدو منه على وجه جميل، مش كل شوية يعترض عليه. تملي اللي يعترض، يقول لك اللي يعترض ينطرد، ينطرد من الأدب، والأدب ثوابه الفضل الزائد، فتلاقيه ما يترقاش، تملي كده، لأن ثمرة الأدب الترقي، والترقي ده فضل زائد، مش كده؟ فإذا اعترض لم يراعي الأدب، فما ياخدش ثمرة الأدب، فتلاقيه لا يستفيد بالشيخ. أول ما يعترض على الشيخ لا يستفيد بالشيخ خلاص. دي للأسف، ودي معلومة. يعني حتى هقول لك حاجة، مش في الطريق إلى الله ولا في السلوك، ده حتى في المهنة. أنا مهنتي جراح، وكنت أتعلم على أحد الأساتذة زمان يعني، جزاه الله عنا خير، وكان يعلم طلبة كتير، ولكن كان معاملته للطلبة معاملة فيها نوع من القسر. فكان أما يغيب يقعدوا يغتبوه ويجيبوا سيرته بطريقة ما تلاقش، وربنا سبحانه وتعالى أكرمني، كنت أنا أدافع عنه في غيبته وألتمس له الأعذار. لما يقولوا ده عصبي بتاعه أقول لهم ما هو اشتغل كتير، نام قليل، ده عنده حالات كتيرة، ده مسؤول، ده مش عارف كده، نلتمس له الأعذار. وهم ما يلتمسوش الأعذار. بفضل الله ورثت منه مهنته بفضل هذا الأدب، ربنا ورثني مهنته. واللي اعترضوا جراحين عاديين خالص ما استفادوش بيه، بالرغم انهم تعبوا معاه ما استفادوش بخيره. يعني هو كان جراح متين شاطر في مهنته، بس اللي اعترضوا عليه ما ورثوش منه شطارته، بالرغم ان هم تعبوا معاه وقعدوا سنين يساعدوه. ليه؟ لانهم كانوا يعترضوا عليه ويقابلوه كده مقابلة المبتسم في الظاهر، واول ما يمشي الحمد لله استريحنا، حاجات بقى بالطريقة دي. فتلاقيهم يعني حتى في المهنة الواحدة، عارف الواد بليا في ورشة المعلم عتريس، لما يقعد يعترض على المعلم عتريس مش هيتعلم منه المهنة بتاعت عتريس، لانه طول النهار قاعد يبص له بصة مش اللي هي. البنت في المطبخ مع امها لما تعترض على امها كتير ما تورثت منها شطارتها في المطبخ، صح ولا؟ في كل مهنة. فاذا كنت انت مع الشيخ بتاعك عايز تورث منه حاله مع الله، هتعترض عليه مش هتورث حاجة، مش هتشوف حاجة خالص، بل مش هتشوف الا النقص. شوف اللي اعترضوا على رسول الله، شافوا رسول الله ولا شافوا محمد ابن عبد الله؟ شافوا محمد ابن عبد الله، لدرجة ان ما شافوش الا يتيم بني هاشم، فنقولوا عليه يتيم بني هاشم، يبقى دول ما شافوش رسول الله، دول شافوا شخص تاني غير سيدنا محمد، شافوا شخص ذهنهم شافوا النقص بس. لكن اللي شاف سيدنا محمد ونسب له الرسالة والنبوة والكمال استفاد كل الاستفادة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما كملت شيخك كلما استفدت منه، وكلما نظرت إلى نقائصه وعوراته كلما حرمت الاستفادة منه دون أن تدري. وعلشان كده ترك الاعتراض هام جدا، وده من أداب الصوفية. الجماعة اللي ما تأدبوش على المشايخ من المسلمين أيضا، لما تيجي تقول له ما تعترضش على الشيخ ما يفهمش الأدب ده، يقول لك ليه هو ديكتاتورية؟ يا اخي حرية، كل واحد يقول رأيه يا اخي. طب خلاص قول رأيك يا سيدي وخليك قليل الأدب طول عمره، مش هيتأدب، هيفضل طول عمره محروم من هذا الأدب. وكل اللي اعترض على المشايخ من أقراننا ما استفادوش بمشايخه، واحنا نعرف ناس بأسمائهم وعايشين الآن معانا، نشاور عليهم بالإيد، بس احنا ما بنشاورش علشان الستر مطلوب، لكن هي للعظة. الواحد بيشوف يتعظ، يقوم يحرم، ما يعملش كده تاني. فاللي يعترض على الشيخ ما يستفيدش منه. افرض انت رحت الكتاب، اللي راحوا الكتاب وقعد يشوف الشيخ بتاع الكتاب، بدل ما هو بيقضي عمره يحفظ القرآن، لا يشوفه وهو بياكل فبيريل، يقوم يعيب عليه، ده بياكل بيريل، ايه القرف ده؟ ما يحفظش القرآن، لأنه شاف النقص، شاف النقص، ما شافش. زي ما بعض العلماء اللي في أول هذا القرن
خرج من بلده وقعد يعترض على مشايخ الكتاب وألف قصص يعيب فيهم، مش عايزين نقول برضو أسماء. وبعدين في الآخر إيه؟ اتطرد من الأزهر نفسه، حتى ما كملش في الأزهر، لم يشرف حتى بالرساء بالشهادة الأزهرية، وخرج من الأزهر. ليه؟ لأنه اعترض فانطرد. دي عادي حتى في الأمور الدنيوية العادية. تأكد لو أنت حتى شغال مهندس متخرج جديد واشتغلت في 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 مكتب هندسي، ورئيس المكتب الهندسي اللي هو اكبر واحد خبره، قعدت تعترض عليه، تعترض انا مش هتورث خبرته، انما اول ما تنصاع لامره وتقعد وتلتمس له الاعذار وتخدمه، تبص تلاقي بالتدريج حليت محله وربنا فتح عليك اعلى منهم، لانك انت بتبتدي حيث انتهى. وعلشان كده تملي فتح التلميذ بيبقى اعلى من فتح شيخه. ليه؟ لانه هو ورث فتح شيخه ثم تجلى الله عليه بفتح خاص به، فتملي العادة كده. فيبقى المسألة كلها هي مراعاة الآداب في كل الأحوال، وهو ده التصوف الحقيقي. التصوف الحقيقي مراعاة الأدب مع الناس، ومراعاة الأدب مع النفس، ومراعاة الأدب مع الله على شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله إمام المؤدبين، أدبه ربه فأحسن تأديبه. النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الأنبياء وهو سيد الأنبياء كان يقول إيه؟ لما جاله الجن حاول يحرق وجهه الشريف، والجن عفريت استبياعي بيعمل حركة انتحارية، داخل قال على رسول الله، مش عارف ان رسول الله ده معصوم، لكن الانتحاريين موجودين في كل عصر من الجن ومن الانس، فقال حاول يعمل حركة انتحارية، يخش على سيدنا رسول الله وبيصلي يحاول يحرق وجهه. ايه ده؟ رسول الله لو دخل جهنم يقلبها جنة، ده مش فاهم هو خالص، ده مش واخد بال. فلكن فرسول الله صلى الله عليه وسلم راح مسكه وهو في صلاته، مد ايده كده مسكه، فضل يخنقه لحد بيقول ما شعرت بريقه على ابهامي، ولولا تذكري دعوة اخي سليمان. فين سيدنا رسول الله وسيدنا سليمان في مقامات النبوة؟ ده نبي وده نبي، بس سيدنا رسول الله امام الانبياء. لكن شوف رسول الله يتواضع مع الناس جميعا، يتأدب مع الناس جميعا ولو كانوا دونه قدرا. ولولا تذكرت دعوة اخي سليمان، مع انه لو قال ابني سليمان ده ما كان قبل سليمان، ده كانت نبوته هو ادم منجدل في سنته، لكن قال اخي سليمان. شوف الادب. ان قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، لربطته على سارية المسجد يلعب به صبيان المدينة. مش كان قال كده؟ يبقى يراعي ادبه مع الانبياء، يراعي الادب. قال لا تفضلوني على يونس ابن متى، ربنا بيقول له ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكذوم، مش بيقول لسيدنا رسول الله؟ فالرسول خاف. لاحسن الصحابه لما تقرا الايه دي يفتكروا ان سيدنا يونس ابن متى مقامه ادنى، يوم الرسول يقول لا تفضلوني على يونس ابن متى. شوف يراعي الادب مع الانبياء. لما واحد يهودي في سوق المدينه بيبيع لواحد انصاري، فبيقول له والذي اصطفى موسى على العالمين، فالانصار افتكروا ان كده بيعيد في النبي، قال له اصطفى موسى على العالمين، سيدنا محمد ايه؟ تنايم. وراح اتخانق معاه واداله بالبوكس، وبقت خناقه كبيره في السوق. راحوا الاثنين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول حكم قال ايه؟ قال لا تفضلوني على موسى ابن عمران. مش قال انا سيد ولد ادم، لا عندك حق. لا، شوف يراعي ادب كل شيء، في حين ان هو نفسه القائل انا سيد ولد ادم ولا فخر، يعني هو عارف مقامه لكن يراعي الادب مع كل الناس. فهمت بقى؟ فمراعاه الادب ده اصلا خلق النبي، دي سنه النبي، هي دي سنه النبي. سنه النبي مش تفلك لحيه وتستعمل السواك وتاثر الثوب وقلبك كله حقد وغل وحسد وكبر وتقول لي انا سني، ده انت كده بني مش سني، يعني قلبك بني مش ابيض. فهمت ازاي؟ لكن عشان يبقى قلبك ابيض لازم تبقى مع سنه النبي، ما فيش في قلبك غل ولا حقد ولا حسد، كلك تواضع، كلك شفقه، كلك ادب مع الناس. هي دي سنه النبي الحقيقيه. يبقى ترك الاعتراض هام مع المشايخ ومع الكبار، مع الام ومع الاب ومع الاستاذ في الفصل ومع الشيخ في الدرس ومع شيخ التربيه في السلوك. ترك الاعتراض سبب هام جدا لنجاح الانسان في طريقه وفي حياته وفي محبه الله له وفي محبه الناس له. عارف انت لما تترك الاعتراض تلاقي كل الناس بتدعي لك، انما كل ما تعترض على الناس كل ما تطلب صحبتهم يقول لك يا عم ابعد عننا يا عم انت متعب.
صح ولا لا؟ لكن اما يعرفوا انك انت لا تترك لا تعترض يرحبوا بيك، مش يرحبوا بيك بس ويورثوك، كل حاجة عنده يديها لك، كل حاجة عنده يديها لك من غير ما تطلبها. وحمل ما يبدو منه على وجه جميل، وتلقي احواله بالايمان به. كان احد المشايخ حليق لحية وكان ولي، فكان بعض الطلبة يعترضوا عليه، ايه حليق اللحية ده؟ وهو كل الحكاية ان هو عنده مرض جلدي، لما بيربي دقنه بيطلع له دمامل. فالحمد لله الناس اللي هم كانوا يشوفوه كنا ندافع عنه، نقول يا جماعة ما يمكن هو عنده مشكلة جلدية، يا جماعة هو لازم يعني يكتب على قرطه انا مريض جلدي عشان كده بحلق دقني؟ يعني حاجة غريبة. يعني انت ليك صلاح يقوموا يحرموا نفسهم منه، قال ايه؟ يقول لك حليق لحية. حليق لحيتي، طب خليك انت لحيتك تنفع، امشي الكعبل فيه، ما ينفعش. يعني ما فيش حكاية المظاهر دي، كبر مخ. الشيخ محمد متولي الشعراوي مش كان مدخن وكان والي؟ ايه رأيك بقى؟ ايه ربنا يقبل من اولياء ان يعملوا بعض الناس علشان يخبيهم عن الناس؟ لان ربنا عايز يخبي اولياء عن الناس غيرة عليه، يوم يخليهم يعملوا هنات كده ضعيف. هو انت فاكرك يعني هيكملوا من مجاميع هو نبي؟ ده والي، والولي مش معصوم. يوم يعمل لك والي فيه شوية هنات عشان الناس اللي تبص للهنات الضعيفة دي يبعدوا عنه، ما يبص زي الوغش بقى زي الدبان يشغلوه، واللي ما يبصش للهنات الضعيفة دي يشوف الخصوصية يوم يستفيد، يبقى هو الراس اقل اللي يستفيدوا بيه، وهكذا. يبقى انت تحسن الظن بالناس، تحسن الظن مش مجرد مظهر كده عمله. طب انا اعرف احد المشايخ نقلا عن تلميذ له انه كان اكل شروب، كان يقعد لو قعد في السفرة ياكل السفرة بحد، طبعا لما يجي حد، وكان ولي مستجاب الدعوة. ربنا مخديه بالحكاية دي بالفجعة اللي هو فيه عشان اللي يشوفه مفجوع يقول بقى ده ولي، ده هو في ولي مفجوع؟ يوم يبعد عنه، يوم يبعد عنه، يوم هو يستريح من الخلق، يقعد ياكل ويستريح من الخلق. والله دي حقيقة. وكان هذا الرجل يجي له الانسان عنده ورم، عنده ورم واحنا جراحين وعارفين، كان يحط ايده على الورم كده، يجي تاني يوم وهو حاجز معاد عملية ما يلاقوش الورم عنده. مات رحمه الله. وكان يمسك طبق الملوخية يشربه كده من الحلة، طبعا اللي يشوفه بيشرب الملوخية من الحلة يقول ولي ايه ده؟ ولي ايه بتاع الملوخية ده؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى يخبي اولياءه كيف شاء، سبحانه يفعل ما يشاء. يبقى انت ما تعترضش، انت تاخد الخير، لان الحكمة ضلت المؤمن اينما وجدها فهو احط به. انت شوف الخير اللي فيه ايه وخده منه، ولو في حاجة فيها هنات التمس له الاعذار. سيدنا الامام مالك، سيدنا الامام مالك ده امام اهل المدينة، صاحب المذهب المشهور، ظل اكثر من 10 سنوات لا يصلي الجماعة في المسجد، يسمع الاذان يطلع من المسجد ويصلي في بيته. ايه رأيك بقى؟ طبعا انت لو شفته كده ما كنتش خدت منه اي علم. فاحد التلامذة المتجرئين كان هو كله هيبة، خاف الناس تسأله ليه بتعمل كده، فجاود كده من العيال المتجرئين بذرة وهاب، فتجرأ على الشيخ، فقام بيقول له ازاي ما بتصليش في المسجد وشيخ وعلامة وقاعد وبتعمل؟ قال ليس كل عذر يقال، اتأدب. يمكن عنده انفلات ريح، انتوا عندي ثلاث بول، هو لازم يقول يا جماعة انا عندي ثلاث بول، انا عندي انفلات ريح؟ يعني لازم يفضح نفسه يعني؟ انت ما انت بتعرفش الحكاية ايه. يبقى لازم تلتمس العذر للناس وتحمل اعمالهم على احسن المحامل، تقوم تستفيد بالناس، تستفيد بالناس كلها، تجد كل الناس هي ايادي من الله ممدودة اليك تأخذك اليه، دي الحقيقة. انما هتعترض عن ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده، فهتلاقي نفسك بتتخانق مع الاكوان، في حين ان الله خلق الاكوان لك لتوصلك الى الله، والبشر دول كلهم من الاكوان يوصلوك الى الله. سمعت منصور بن خلف المغربي وسأله بعض اصحابنا كم سنة صحبت ابا عثمان المغربي؟ فنظر الي شذرا وقال اني لم اصحابه، هو انا قدو عشان اصحابه؟ ده كان شيخي، بل خدمته مدة. بيقول له انت صاحبت الشيخ كم مرة؟
قال له انا صاحبت الشيخ وانا قد الشيخ ده انا خدمت الشيخ اتقد ده حتى بعد وفاة شيخه شوف بيراعي حرمته مش يقعد بقى كده بعد ما بقى شيخ كبير ولا انا صاحبت الشيخ الفلاني رحمه الله لا يراعي حتى حرمة الشيخ في غيبته حتى بعد وفاته فلما بيقول له ايه كم سنة صاحبت ابا عثمان المغربي وده الشيخ اللي رباه فنظر اليه شذرا وقال اني لم اصحبه بل خدمته مدة واما اذا صاحبك من هو دونك فالخيانة منك في حق صحبته الا تنبهه على ما فيه من نقصان في حالته يبقى لو صاحبت الاعلى منك تخدمه وتلتمس له الاعذار ولا تعترض لو صاحبت قرينك تؤثره وتستره وتحمل كل اعماله على احسن المحامل كويس واذا صاحبت من هو دونك تنبهه على نقائصه عشان تربيه بقى لان من هو دونك محتاج التربية دونك في العلم تعلمه دونك في التربية تربيه دونك في السلوك تسلكه وهكذا يبقى ايه يبقى ده واجبات الصحبة على حسب انت بتصاحب مين اما اذا صاحبك من هو دونك فالخيانة منك في حق صحبته الا تنبهه على ما فيه من نقصان في حالته ولهذا كتب ابو الخير التيناني الى جعفر بن محمد بن نصير وزر جهل الفقراء عليكم يعني عليكم ايها المشايخ وزر الفقراء اللي هم كانوا بيطلقوا على الصوفية المتفرغين للوصول الى الله ومجاهدة النفس دون الانشغال بالدنيا الفقراء فبيقول وزر الفقراء دول والدراويش دول عليكم انتم قاعدين بيعقوا ويقولوا كلام جهل والناس تعترض عليهم وعليكم انتم يا مشايخ انتوا اللي معلمتهمش يبقى وزرهم عليكم ودي النبتة اللي طلعت بعد كده خلت الناس تعترض على التصوف ان في ناس سلكت سلوك التصوف دون ان تتعلم العلم الصوفي الحقيقي فقالوا كلام فيه تخريف وقالوا كلام فيه جهل وقالوا كلام ما يليقش فابتدوا الناس تعترض على التصوف فالوزر ده كله على المشايخ لإيه؟ اللي ربوا هؤلاء وتركوهم دون ان ينبهوهم على نقائصهم وعلى جهلهم فبيقول له وزر جهل الفقراء عليكم لأنكم اشتغلتم بنفوسكم عن تأديبهم يعني بمجاهدة نفوسكم عن تأديبهم فبقوا جهلة وأما إذا صحبت من هو في درجتك اللي أما تصاحب صاحبك بقى صديقك فسبيلك التعامي عن عيوبه مش قاعد بقى كل شوية وقفله على الوحدة أمال فين من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة فين دي يعني من ستر مسلما ستره الدنيا والآخرة دي جاية للمسلمين اللي قاعدين في القمر إنما اللي قاعدين عندنا هنا لأ نفضح بعض وطبعا أنت عارف الصحفيين هم أكثر ناس الآن يفضحوا الناس لأن النصيحة على صفحات الجرائد فضيحة مش كده برضو لكن لا ده هو مجرد ان يسمع خبر عن انسان دون ان يتثبت يكتب اسمه ويكتب اللي سمعه في الجريدة يقرأ 60 مليون بني آدم ويقولك اصل انا اريد ان انا يعني انقي المجتمع من الافكار الرديئة تنقي ايه ولا انت بتفضح الناس وبتنشر الرذيل لو واحد عمل جريمة اللي عرف الجريمة بتاعته دي الدائرة اللي حوله بس تروح انت نشرها في الجريدة يقوم 70-80 مليون يعرف يبقى انت كده حتى نشرت الجرائم مش بتستر الجرائم لدرجة ان بعض المجرمين بياخد افكار جديدة من صفحة الحوادث عشان ينفذ اجرامه يعني بيثقف نفسه بجرائد الحوادث عشان يعمل جرائم جديدة مبتكرة يبقى اصبحت دلوقتي الجرائد والصحفيين يقومون بالفضائح لا بالنصائح ولكن الشيطان لبس له مؤسس في كتاب اسمه المغترين الفرق بين المغترين وايه والمنتبهين الاكياس والمغترين بتاع سيدنا مين عبد الله الحكيم الترمذي ولا التستوري الحكيم الترمذي اظن يقول لك المغترين والاكياس الاكياس يعني العقلاء والمغتر اللي هو مش فاهم يعمل حاجه يفتكر انها خير وهي عين الشر او ده اللي بيعملوه الصحفيين الان في زماننا ده بيعملوا كده وبعض المذيعين في بعض البرامج يعمل كده يجيب لك علماء الاسلام المختلفين في بعض الفروع ويقعدوا ينطحوا بعض قدام الجمهور اللي هو مش دارس الاصول ولا عارف قواعد الخلاف
وبعدين في الاخر يقول لك شوف المسلمين بيضربوا بعض ازاي، شوف المسلمين بيتخانوا مع بعض ازاي، يوم يصد الناس عن الاسلام ما بيحلش اشكال. يبقى لازم يفرق بين الفضيحة وبين النصيحة. النصيحة ان تكون سرا، والفضيحة ان تكون جهرا. الرسول صلى الله عليه وسلم من ضمن اخلاقه اللي احنا لابد اننا نحيي اخلاق النبي على الاقل يعني في ميلاده صلى الله عليه وسلم، انه كان اما يجد عيب واحد يعمل حاجة غلط يقف يقول ايه في الخطبة، ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا، ما يقولش اسماء، ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا. وكان اذا رأى في مجلسه شيء لا يعجبه اعرض واشاح، يعني يعمل نفسه ما شافوش، لان مجلس النبي متسع ناس كتير قاعدة، واحد في جنب من الجوانب عمل حركة ما تليش، لو النبي اعلنها كل المجلس عرفه، يبقى شاعت. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه كأنه ما شافهاش، وبعدين بعد كده في عظة من المواعظ ينبه عليها دون ان يخبر مين اللي عمل. شفت ادب النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشان كده خرج الناس من الظلمات الى النور، هي دي اداب النبي صلى الله عليه وسلم. فعلشان كده بيقول لك واما اذا صحبت من هو في درجتك فسبيلك التعاني عن عيوبه. التعاني يعني كأنك مش شايف، ايدي سنة النبي اعرض واشاح، هي دي. كان اذا رأى ما لا يعجبه اعرض واشاح، يعني يتعانى كأنه مش شايف صلى الله عليه وآله وسلم. وحمل ما ترى منه على وجه من التأويل جميل ما امكنك، يعني ما يعمل حاجة فيها نوع نقص تقول ايه تحاول انت تجد لها مخرج حلو، اي مخرج حلو. الاذان اذن وهو نايم ما امشي يصلي، تقول لعله هيجمع الصلوات، يمكن هيجمع الصلاة، يمكن مريض. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، ده مرفوع عنه القلم، انا مستيقظ دلوقتي وسمعت الاذان وما سمعش، يبقى انا مكلف او مصلي ومش مكلف. مش تقول يا اخي ده انا صاحبته في السفر الاذان ورا الاذان وده نايم يشخر، الله انت جاي تفضحه؟ حاجه غريبه الشكل بتحصل، الناس تقعد على بعضها كده لسنة زي المبرد. وحمل ما ترى منه على وجه من التأويل جميل، يقول لك صاحبته سنين ما يصليش الا الفرض، عمري ما شفته يصلي سنة. طب يا صالح انت بتصلي السنة لكن قلبك ما فيهوش شفقة على المسلمين، هو ما بيصليش ولا ركعتين سنة وقلبه مليان شفقة على المسلمين، فين هو وفين انت؟ ما ممكن يبقى في قلبه حاجة مش في قلبك انت، بيبعت له ابوه وامه فلوس وبيصرف عليهم وبيربي اخواته الايتام وبيعمل مش عارف ايه وانت مش داريان، ويجي يروح ناقر الصلاه الفرض ويجري، وانت قاعد طول النهار قاعد تبسبس وماسك السبحه، ويبعتوا لك من مصر يقول لك اهلك عملوا ايه، يقول لك وانا مالي معيش فلوس يا شحيح، وهو الراجل على طول بينفق هنا وبينفق هنا وما بيعملش الا الفرض، مين احسن عند الله؟ لا انت اصلا بتشوف ايه، قاعد بتعد كم سجده سجدها، طب ما يمكن قلبه ساجد وانت مش واخد بالك، ايه عرفك؟ فعشان كده لازم تحمل محامل الناس على احسن المحامل، وتعرف انك انت اقل الناس، ريح نفسك. مين اقل الناس؟ انت. سيدنا عبد الوهاب الشعراني لما راح لسيدي علي الخواص وقال له ايه اول ما دخل عليه عشان يأدبه، قال له ما تجريش الا لما تقبل ايد اقل الناس، اقل الناس تقبل ايده تنجيه. ماشي في الشارع يدور مين اقل الناس، مين اقل الناس، مش شايف اقل الناس. وبعدين لما احتار خالص قابل احد الاولياء قال له اقل الناس انت، قبل ايد نفسك وادخل له، الشيخ عايز يقول لك انت اقل الناس، كونه قال لك قبل ايد اقل الناس دليل انك انت شايف نفسك، يعني شايف ان في غيرك اقل منك، يبقى انت متكبر. ولا تزكوا انفسكم، يبقى انت محجوب بنفسك، شيخك عايز ينبهك انك انت محجوب بنفسك، فقبل ايد اقل الناس، يعني اعرف انك انت اقل الناس. لو انت عارف انك اقل الناس ما كنتش لفيت شهرين تدور على اقل الناس، كنت في الحال قدام شيخك تقول له تتنقل على طول يرقيك في الحال، لكن انت اتاخرت الترقيه شهرين عشان ما كنتش عارف نفسك اقل الناس. ولو ما قابلتش الوالي ده سنين ينبهك كنت هتقعد برضه سنين مش عارف انك انت اقل الناس ومش هتترقى. الصحابه كانوا كده. سيدنا عمر بيقول لو نادى مناد يوم القيامة كل بني آدم في الجنة إلا واحد لظننت أنه إيه؟
عمر يعني شايف نفسه قال لنا هو الصحابة تربوا على كده، ما تربوش على تزكية النفوس، ما تربوش على انه يقول لك انا احسن وارض تهزم عليك يا ابني، ما تربوش بالطريقة دي ابدا اللي تتربى بيها شباب اليومين دول، يقول لك انا افهم وغيري ما يفهمش، هم رجال ونحن رجال وازاي مش عارف ايه، ويعترض ومطرودين كلهم مش عارفين يوصلوا لاي مجال لا في دنيا ولا في اخر، انطرد من هنا وانطرد من هنا، يقعد مع اهل الدنيا مش قابلينه لانه متكبر، يقعد مع اهل الدين مش قابلينه لانه مش مؤدب معاه، فلا طايل دنيا ولا طايل دين، ليه؟ لانه مش شايف نفسه اقل الناس، بيزكي نفسه، ولا تزكوا انفسكم واعلموا بمن اتقى. وعلشان كده لازم تعرف انك انت اول ما تسأل نفسك مين اقل الناس، انت اقل الناس، انت امام نفسك، لان ده يدفعك انك انت تحسن نفسك وانك انت تشفق على الناس وتلتمس لهم الاعذار الطيبه، تقوم تنام وليس في قلب غش المسلم ولا حقد المسلم، تقوم تستريح. انما طول النهار الناس مش عارفه امتي، الناس مش عارفه امتي، امتك ايه يا استاذ؟ ايه امتى دي؟ ومين اللي يعني رقاك وقال انك انت هتليك ايه مع استاذ؟ انت اللي رقيت نفسك، ما حدش رقاك خالص. يقول له الحمد لله انك انت اتولدت في عصري يا ابني. احد الاساتذه كان يقول لنا كده وهو بيعلمنا جراحه، كان يقول لنا كده احمدوا ربنا ان كنت اتولدت في العصر بتاعي. نقول الحمد لله الحمد لله. واتعلمنا منه برضه، والله اتعلمنا منه خبرات كويسه، يعني هو شايف في نفسه حاجه ملناش دعوه، هو شايف ان هم ملناش دعوه، احنا لينا ناخد الحاجه الحلوه اللي فيه، وفضلنا قاعدين كل ما قلنا احمدوا ربنا والحمد لله ونقعد معاه، واتعلمنا منه جزاء الله خير، يعني كفايه ان اسمه على اسم النبي، دي هي دي قليله؟ نقول الحمد لله طبعا، ده اسمك على اسم النبي، دي هي دي قليله؟ يبقى لازم تلتمس العذر، والنبي هيشفع فيه برضه صلى الله عليه وسلم. يعني فكرك يعني هو النبي هيسيبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مستني امته كلها، الضعيف يجبر ضعفه، والمكسور يجبر كسره، والعاصي يشفع له عشان يغفر له، واللي دخل الجنه حتى مش هيسيبه، هيرقيه جوه الجنه. يعني سيدنا رسول الله كبر قلبك، كبر قلبك، علشان هي دي سنه النبي، ان قلبك يسع الناس جميعا. فسبيلك التعامي عن عيوبه وحمل ما ترى منه على وجه من التأويل جميل ما أمكنك، فإن لم تجد تأويلات عدت إلى نفسك بالتهمة وإلى التزام اللائمة. سيدنا رسول الله كان بقاله عدة أيام لم يطعم طعام، وإحدى زوجاته جابت له برمة كده فيها أكل جميل وحطته قدامه مع أصحابه، قامت ستنا عائشة غارت، لان دي زوجه تانية جابت للرسول صلى الله عليه وسلم اكل، هي ما جابتوش، فخافت لحسن الرسول يميل ليها اكتر ما يميل، فراح ضربه البرمه كسرتها بالاكل اللي فيه. شفت انت بقى لو انت متجوز اكتر من واحده وجات واحده من دي عملت كده وانت كنت جعان بقالك يومين ما اكلتش، هتعمل ايه؟ لان ما بلغتش البوليس يعني يبقى شويه، يمكن لو في جيبك الفرفر اللي هو المسدس يعني يمكن تطلق النار عليه، او تطلق الطلاق عليها، وبعدين ثاني يوم تاخدها ودار الافتاء وتسالهم والله انا كنت غضبان يا فضيله المفتي وقلت لها انت طالق، اعمل ايه؟ تعمل ايه يعني ايه يا خيبان؟ ما هي طالقه خلاص، مش انت قلت لها انت طالق؟ لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتسم وقال ايه، التمس العذر لستنا عائشه وقدام الصحابه يقول لهم غارت امكم غارت، وابتدى يلم الطعام وحطه في قدره ثانيه وقعدوا ياكلوا وخلاص الحكايه عدى. يعني التمس العذر لستنا عايش، قال لهم ايه؟ غارت امكم. معلش غلط، مش قال لها انت غيرانه ليه؟ دي حاجه جبلها ربنا في نفوس النساء، الست تغير على جوزها عادي، فالرسول صلى الله عليه وسلم عذرها. فتعلم كده انك انت تلتمس الاعذار على اجمل الاحوال، تقوم تعيش مستريح والناس كلها تحبك وربك يحبك قبل ما الناس تحبك. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول قال أحمد بن أبي الحوارى قلت لأبي سليمان الداراني إن فلانا لا يقع من قلبي، فقال أبو سليمان وليس يقع أيضا من قلبي. دوم قاعدين مع بعض يسموها غيبة الصالحين، يقول لك فلان ده مش قد كده، وهم إيه علماء مشايخ عمم،
وقاعدين مع بعض بيتكلموا على عين مثلت، فالحكايه مش سهله. فبقول له فلان ده على فكره لم يقع في قلب موقع يعني عالي، يعني نازل من نظري، يعني ساقط من نظري. فهمت ازاي؟ التاني قال له اه والله وانا زيك. وبعدين ايه؟ ربنا فوقهم لانهم دول اولياء، اذا مستهم طائف من الشيطان تذكروا في الحال فاذا هم مبصرون. فقال والله احنا الظاهر اوتينا من قبل انفسنا، اننا ظننا في سوء، الظاهر ان هو احسن مننا والعيب فينا احنا. ادركوا بقى في الحال، قالوا يبقى العيب فينا احنا، اننا ما بنحبش الصالحين. يعني هم ايه؟ اعتبروا نفسهم ان هم من الصالحين بقى. ولكن يا احمد لعلنا اتينا من قبلنا، الظاهر احنا ايه؟ اتينا من قبل انفسنا اللي هي ايه؟ الامارة بالسوء، لسنا من جملة الصالحين فلسنا نحبهم. وقعدوا يبكوا على حد بدل ما قاعدين لسان زي المبرم يشتغلوا بقى، يقولوا لا ده عارف ده سقط من نظري، ما عرفتش امبارح قال ايه؟ يقولوا لا وده سقط من نظري، ما عرفتش اول امبارح قال ايه؟ ويقعدوا بقى يعملوها حلوه نفسهم، لا يتذكروا على طول في الحال. يقول لك لا ده الظاهر احنا العيب فينا احنا، لان احنا لو كنا كويسين كنا حبينا الصالحين، كنا ده ما بنحبهوش يبقى العيب فينا احنا، احنا اللي نصلح نفسنا. شفت بقى المسألة؟ فرق كبير بين نظرة الولي ونظرة المؤدب ونظرة قليل الأدب. وبعدين كل واحد يعرف بقى نفسه ويراجع نفسه، هو مؤدب ولا غير كده؟ وقيل صاحب رجل إبراهيم بن أدهم، فلما أراد أن يفارقه قال له الرجل إن رأيت في عيبا فنبهني عليه. بعد ما صاحب سيدنا إبراهيم بن أدهم فترة وعايز يمشي، فبيقول له بقى دي كنا عشت معك فترة طويلة اهو، يعني لو شفت في عيوب قولها لي كده عشان اصلحها قبل ما اسيبك وامشي. فقال ابراهيم اني لم ارى بك عيبا، انا شفت فيك عيوب، لاني لاحظتك بعين الوداد، انا كنت ببص لك بعين المحبة، وعين المحب تملي ما تبصش الا الحلاوة الحلوة. انما عارف انت لما يبقى واحد بغيض يقول لك ايه؟ يدور على محاسنك يحولها عيوب، مش بيقول لك ما لقاش في الورد عيب فقال له يا احمر الخدين، لانه ما بيبصش للورد على جماله. فنفس الحكاية، فعين الود عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساوية. فبيقول انا ما شفت لكش مساوي لان انا بصيت لك بعين الايه؟ الود، مش بعين السخط. وفي معناه انشده فاستحسنت، بيقول له لاني لاحظتك بعين الوداد فاستحسنت منك ما رأيت فسأل غيري عن عيبك. وفي معناه انشده وعين الرضا عن كل عيب كليلة وكل، ولكن عين السخط تبدي المساوية. وحكي عن ابراهيم بن شيبان انه قال كنا لا نصحب من يقول نعلي. بينسب الملك لنفسه، يعني اما نسافر مش كل شوية يقول لك فين الاكل بتاعي، فين اللبس بتاعي، فين الفلوس بتاعتي، فين شنطتي، فين بتاعتي، فين حق الله. احنا هنصاحب بعض والسفر يبقى كل حاجه معانا بتاعتنا كلنا، انا مش كل شويه تقول لي دي بتاعتي ودي مش بتاعتي. الله، يعني لو انت في السفر ونايمين وقلعت نعلك تقول اين النعل، مش تقول اين نعلي، تقول فين النعل اللي البسه، تقول اين مثلا ايه الطاقيه، ما تقولش فين طاقيتي، اين الفوطه عايز تنشف، ما تقولش فين فوطي. الله، يعني انت كل حاجه لانهم كانوا لا ينسبون الملك لانفسهم، الملك لله على الحقيقه، فيخافوا ينسبوا الحاجه لملكه، وفي نفس الوقت لا يريد ان يختص بشيء دون اصحابه في السفر. علشان كده اول ما يلاقوا واحد يقول لك ايه دي بتاعتي، دي حاجتي، دي نعلي، دي بتاعتي، يقول له لا يا عم انت مش هتنفع تسافر معانا، خليك هتتعبنا كل شويه تقول لي ضيعت لي مش عارف العبايه بتاعتي، ووسخت لي الجلابيه بتاعتي، ولبست النعلي بتاعي رحت اتوضيت قطعته لي، احنا مش هنخلص بقى، دي مش سفر بقى، ده انت قاعد تكدني بقى، مش هتبقى سفر دي، ده هتبقى جحيم. بيقول له روح يا عم من بابها كده خلينا حبايب. ادي معنى كنا لا نصحب من يقول نعلي، يعني ينسب الملك لنفسه. سمعت ابا حاتم الصوفي يقول، سمعت ابا نصر السراج يقول، قال ابو احمد القدنسي وكان من استاذ الجن الجنيد، صحبت اقواما بالبصره فاكرموني، فقلت مره لبعضهم اين ازاري؟ فسقطت من اعينه. قالوا يا ده انت ده احنا خدنا فيك مقلب.
فاعتذروا له بلطف كده بس بعد ما كان قاعد معاهم وصاحبهم. اما بيسأل صاحي من نومه بيدور على الازار بتاعه، اين ازاري؟ قالوا له متأسفين بقى لحسن، احنا عن اذنك بس احنا رايحين مشوار كده، خليك بقى، سلام عليكم. ما تفهمش ليه، ايه اللي جرى؟ ليه اتغيروا من ناحيته؟ لانه نسب لنفسي حاجه دونه فسقط من اعينه. وسمعت ابا حاتم يقول، سمعت ابا نصر سمعت الدقي يقول، سمعت الزقاق يقول، منذ 40 سنة أصحاب هؤلاء، فما رأيت رفقا لأصحابنا إلا من بعضهم لبعض أو ممن يحبهم. يعني لما صاحب الصوفية 40 سنة ما يلاقيش الرفق، يعني إيه؟ يعني مثلا أي مساعدة تجي لهم سواء طعام أو ثياب أو شيء، إلا من بعضهم لبعض، هم اللي ينفقوا على بعضهم بعض، ما يستنوش حد خارجي ينفق عليهم علشان ما حدش يمن عليهم، لكن هم يقبلوا من بعضهم البعض علشان النبي قبل الهدية، وهم يعلموا ان الادب عندهم الا يمنوا، فكانوا يقبلوا من بعضهم البعض او ممن يحبهم. ومن لم يصحبه التقوى والورع في هذا الامر اكل الحرام النص. يعني في امر التصوف والتوجه الى الله مع ترك الاسباب، اذا كان من اهل التجريد، من لم يصحبه الورع بقى مع شدة الحاجة يمكن يأكل الحرام السر. ادي معنى ايه الامر ده. سمعت الاستاذ ابا علي الدقاق يقول، قال رجل لسهل بن عبد الله، اريد ان اصحبك يا ابا محمد، فقال اذا مات احدنا فمن يصحبه الباقي؟ فابو لو هو هتصحبني خلاص صاحبتني، وبعدين ما انت مت او انا مت الاول، هتصحب مين بعد كده؟ فقال الله. فقال فليصحبه من الآن، رايح نفسك اصحب الباقي ولا تصحب الثاني. يبقى ده بيعلمه، لأن وجد في قلبه ركون إلى غير الله. بس العلماء الكبار دول بيبقى نظرته للقلب مش لللفظ، بيبقى شايف القلب مش اللفظ. وصاحب رجل رجلا مدة، ثم بدأ لأحدهما المفارقة، فاستأذن صاحبه فقال، لما بيستأذنه بيقول له عن إذنك بقى هيسافر ويسيبه، قال له بشرط، أشرط عليك شرط، ألا تصحب أحدا إلا إذا كان فوقنا، إذا كان أعلى مننا قدر، وإن كان ولو لقيته كمان أيضا فوقنا فلا تصحبه، لأنك صحبتنا أولا. فقال الرجل، زال من قلبي إرادة المفارقة. يعني بيقول له إيه؟ لما تصحب شيخ عشان تستفيد بالشيخ ده، ما تفطمش نفسك عنه وتروح لشيخ تاني، لان كل شيخ ليه مزية، فربما تروح لشيخ تاني تجد مزية اخرى مش موجودة في هذا الشيخ، تقوم تبتدي في قلبك ينصرف عن شيخك الاول ويبجل الاخر، فتسيء الظن بالاول فلا تستفيد به، وتبجل الاخر فلا تستفيد به برضه، لان هتلاقي من هو فوق. فهمت المسألة؟ وعلشان كده هو عايز ايه؟ عايز يقول له يعني الاولى اذا صاحبتنا الا تصاحب من هو فوقنا حتى لا تغتابنا. تقول ده احنا كنا شيخ لا اقل من فلان. وعشان كده كتير من الجماعة الصوفية بينقطعوا عن الطريق والترقي مع مواظبتهم على الاوراد. ليه؟ لانه بيقعد يقارن بين المشايخ. فتلاقي مواظب على الاوراد وقلبه ما بينورش. ليه؟ يقول لك انا الطريقه بتاعتنا الشيخ بتاعنا احسن من الشيخ الفلاني، الشيخ الفلاني بيعمل كذا، الشيخ العلاني بيعمل كذا، لكن الشيخ بتاعنا مش عارف بيقعد يعمل كده برقبته، شغال بالسبحة تمام وقلبه مضل. ليه؟ لانه قاعد يقارب من الاوليه ما يليقش. كل والي دي طعوم، دي طعوم مختلف، هتقارن بين اللحمه وبين السمك، ما ده مغذي ولا مغذي، وده طعم وده طعم، انما هتقارن بين ايه يعني؟ وعلشان كده الاولى انك انت اللي قسمه لك ربك من مشيخ ترضى بيه وتلتزم معاه وتلتمس له العذر ولا تعترض، يقوم ربنا يفيدك ويورثك حاله وبعدين يرقيك. انما هتمشي مع ده شويه وتسيبه، تمشي مع ده شويه وتسيبه، تمشي مع ده شويه وتسيبه، كل شويه تجد واحد فيه مزيه مش موجوده في الثاني، ما هو الاولاني ده فيه مزيه برضه مش موجوده في ده،
خد بالك. لكن انت لانك صاحبت ده اعتدت مزيتي فصرت معتادا لها فمش شايفها بقى. ما هو طبيعه الانسان لما يعتاد حاجه ما يشوفهاش. وبعدين التاني عشان لسه شايفه النهارده ولا امبارح ولا من يومين فوجدت فيه مزيه بقى واضحه لان انت لسه ما عشتش معاه كتير فتقول اه لا ده اميز. تروح سايب ده ورايح لده وينسيب ده وتروح لده ما توصلش لحد. عشان كده هو عايز يقول له كده يقول له والله ادام صاحبتنا مده يبقى لو كان ولا بد تصاحب صاحب اللي فوقنا. وبعدين نصيحه ما تصاحبش اللي فوقنا كمان عشان ايه؟ حتى تواظب على عهدنا الاول وحبنا فلا ننقص في فلا تنقص قدرنا في قلبك. يوم تفضل باستمرار في المدد لان انت كده لما اول ما بينقص قدر شيخك في قلبك بملاقات شيخ اخر المدد اللي جاي لك من قبل هذا الشيخ بينقطع. اصل يعرف ان الله سبحانه وتعالى يعطي عطاؤه عن طريق قنوات. قنوات كده مش بيصبوا على دماغك صب والا هتتبطح. لا ده بيجي لك من قنوات كده بلطف لطيف بعباده. فاول ما القناه اللي جايه لك من قبل الشيخ دي سموها المدد. الصوفيه سموها المدد، مدد معنوي يبقى جايه لك من قبل الشيخ ولو مات. ولو مات ليه؟ لان مدد الله ما زال نازلا عليه وهو في برزخ. ولا هو يعني بعد ما يموت استغنى عن ربه؟ ما استغناش عن ربه. وهل ربنا يقطع مدده عن الشيخ بعد وفاته؟ لا بيستمر. يستمر مدد الله على الشيخ حتى بعد وفاته وفي قبره. وعلى شكل ما زالت أمة النبي بتمد من نبيه. ما زالت ونبينا في قبره الشريف. تمد من مدد من النبي مباشرة ومن خلال وراث النبي كعلماء ومربين. كل دول بيمدوا الناس مدد الهداية. وعلى شكل الأمة مش محتاجة نبي جديد. مش محتاجة نبي جديد خلاص. لأن المدد مستمر جاي لهم من كل جهة. ولو انقطعت بهم السبل من الخلق يجي لهم المدد من النبي مباشرة. يروح يجي لك النبي مباشرة. لما يلاقيك قاعد لوحدك كده مش عايز تروح يجي لك ياخدك. ياخدك من ايدك يقول لك روح هنا. شوف قد ايه. يجي لك حتى يدلك ويقول لك عنوان واسم شيخك. يقول لك روح له لفلان. ودي شيء مجرب ومعروف. الى هذه الدرجه يبقى المدد مستمر. المدد يبقى مستمر. اول ما يسقط نظر قلبك عن شيخك عشان لقيت واحد في مزيه اخرى مش في شيخك. تبص تلاقي المدد اتقطع اللي جاي لك من هذا القبل من هذه الجهة. وبعدين بعد كده يجي لك المدد من الشيخ ده. الشيخ ده ما يعرفكش نظرته مش ليك لان انت لسه تلميذ جديد عنده. فتلاقي نفسك عايش بدون مدد فترة طويلة لحد ما توطد علاقتك بالشيخ التاني. فين على ما الشيخ يبتدي يلتفت لك تكون التقيت بشيخ تاني وبشيخ تالت وبشيخ رابع. يا شيخ نضيع وقتك في حين انك انت لو التزمت واحد خلاص هتريح نفسك لان كلهم من الله الواحد. لكن ربك ادالك واحد يناسب طبعك. انت طبعك مثلا ليك طبع معين فجاب لك شيخ يوافق طبعك. انت راجل كده يعني شيك كده وبتاع نوادي يقوم يجيب لك شيخ في نادي يناسب من رواد النوادي خلاص. لكن انت لا مش عاجبك. طب ما قلت كده زي ما شيخ سيدي جلال الدين الرومي. جلال الدين الرومي في عصره كان منتشر حب الشعر والغناء بطريقه عجيبه لدرجه ان الناس كانت تضيع عمرها كله غنى وطبل وظن. والناس انصرفت عن الطاعه. يقوم ربنا سبحانه وتعالى امده مدد ايه؟ مدد الغنى. بس الغنى الالهي. فبقى يقف في وسط تلامذته يرقص ويطبل ويغني. عشان ياخدهم من حيث يحبون. بتحبوا الغنى ربنا بعت لكم اهو شيخ رقاص. اه والله. وهو نفسه كان يقول لهم كده في جلال الدين الروم. قال لهم عشان انتوا رقاصين جاب لكم والي رقاص. لو انتوا مش رقاصين كان جاب لكم والي ما بيرقص. وكان يقف كده في وسط الورد بتاعه يقعد يرقص ويلف ويرقص ويلف وهم يرقصوا معاه ويلف ويذكروا. لان كان العصر بتاعهم كده دواهم كده. فيبقى ربك بيدي لكل انسان دواه المناسب لمرضه. خد بالك. فاذا نظرت لطريقة سيدي جلال الدين الرومي مثلا في طائفة معينة في زمن اخر يمكن ما تناسبش لان ليس كل دواء يناسب كل الامراض. فما تعترضش لا على ده ولا على ده ولا على ده. لكن كلها ايادي اليك توصلك الى ربك. واما بنعمة ربك فحدث.
فقال الرجل زال من قلب إرادة المفارقة. لما شرف عليه قال له ما تصاحبش أعلى مني ولا تصاحب أقل مني، لو صاحبت أقل مني تبقى تدنيت، ولو صاحبت أعلى مني يبقى احتمتبني، ومدد اللي يوصل لك من قبل ينقطع، يبقى الأحسن ما تصاحبش حد تاني بعد. فلما قال له كده قال له خلاص بقى سيبك ليه، خلينا قاعدين. فزال من قلبه إرادة المفارقة. سمعت أبا حاتم الصوفي يقول، سمعت أبا نصر السراج يقول، سمعت الدقي يقول، سمعت الكتاني يقول، صاحبني رجل وكان على قلبي ثقيلا، ثقيل على قلبي، عرف المصريين يقولوا كده، البني آدم ده ثقيل على قلبي، أو نفس الحكاية. فصاحب رجل مرة فلقى ثقيل على قلبي مش طيب، فقال ايه، قال الرسول بيقول تهادوا تحبوا، شو بيعالجوا نفسهم الأول بايه، بالعلاج النبوي، قال انا مش طايقه كده، والرسول بيقول تهادوا تحبوا، فراح جاب له هدية ده يمكن يتحب. فوهبت له شيئا ليزول ما في قلبي عملا بحديث تهادوا تحبوا، مش كده يعني، لما تلاقي واحد اتكره كده مش طايقه ادي له هدايا كده يمكن تحبه. ليه بقى هتحبه غصبا عن انك، ليه، لان هتلاقي نفسك كل شويه بتكلف وبتحط ايدك في جيبك وتجيب هديه، لا ده انا احبه ارخص بقى، فتلاقي نفسك احبه وتريح نفسك، يبقى تهاد وتحب. فوهب له ايه شيئا ليزول ما في قلبي فلم يزل، فرح ايه فحملته الى بيتي، قلت له طب اتفضل عندنا في البيت هنعزمك عندنا، تقعد عندنا يومين ثلاثه. كل ده عايز يعالج الازمه اللي في قلبه دي تجاه ليه بيكره، ما عملش فيا حاجه، طب تقيل على قلبي ليه، يبقى العيب فيا انا، لازم بقى اعالج الازمه دي. فعايز يحاول يعالج الازمه دي، فشال بقى ايه الازمه معاه وعزمه في بيته، ما هو ده الازمه بتاعته، فهمت؟ كان ربنا بعته له يبين ان قلبه فيه حته معكننه، فلازم يصلح العكننه دي. فحملته الى بيتي وقلت له ضع رجلك على خدي، راح حط رجله على الارض كده وقال له حط رجلك على خدي. الصحابه كانت بتعمل كده، يقول لك ده بدعه، ايه ده ايه ده، ورد كده انك تحط خدك على الارض وتقول له حط رجلك، ورد جماعه اياهم تعرف، اه ورد. سيدنا حذيفه بن اليمان لما قال لسيدنا بلال يا ابن السوداء، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له انك امرؤ فيك جاهليه، مش كده، قال فوضعت خدي على الارض وقلت له طع على خدي عشان يسامحه، مش حصلها قدام النبي، يبقى الناس دول مش بيعملوا اي حاجه يا عم، دول علماء كبار بس هم خدوا احوال النبي والصحابه حولوها الى عمل، وانت بس بتسمعها ثقافه، عشان كده بتيجي تقرا الحاجات دي تستعجبها، لان اللي سمعته ثقافه ما سمعتوش عمل وسلوك. هو سمع تهاد وتحبه، فلما كرهه اداله هديه، لا لسه ما حبوش، فافتكر حديث سيدنا حذيفه مع سيدنا بلال، قال طب والله ما اخده البيت واحط خدي على الارض واخليه يحط رجله على خدي كده يمكن يزول من قلبي اللي ناحيته. ففعل، ضع رجلك على خدي، حط رجله كده قال له حط رجلك على خدي، الراجل استعجب قوي زهد، فابى. فقلت لابد والله لا تحط علي الطلاق، لك زي المصريين يحلف علي الطلاق وفي الاخر برضه يروح لايه لمولانا المفتي وبعدين يعمل لنا مشاكل في دار الافتاء، ما بقى ها طول النهار طول النهار شغالين. فقلت لابد، ففعل واعتقدت، حطيت في قلبي قلت الا يرفع رجله من خدي حتى يرفع الله من قلبي ما كنت اجده، فلما زال عن قلبي ما كنت اجده قلت له ارفع رجلك الان، الحمد لله خفيت، الحمد لله خفيت. يبقى بيعالجوا نفسهم علاجات نبويه، ما هو في الغضب برضو علاج نبوي ايه؟ انك انت تغير وضعك، تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما زالش تغير وضعك، اذا كنت قاعد تقف، واذا كنت واقف تقعد، واذا كنت كده نام تتضجع، ما زالش برضه قوم اتوضا، ما زالش اتصلي ركعتين، ما زالش اترك البيت بقى وامشي، اخرج بقى، اخرج اقعد في اي حته. كل دي علاجات نبويه للغضب. لا هو لا، ده هو يفضل قاعد في البيت غضبان لحد ما يقتل مراته. وبعدين ليه بقى عايز يشتهر يجي في صفحه الحوادث؟ يبقى مشهور بقى ما شاء الله. وكان ابراهيم بن ادهم يعمل في الحصاد وحفظ البساتين وغيره وينفق على اصحابه، يعني كان يشتغل بالنهار وكل النفقه اللي تجيله يروح للجماعه اللي هم اهل التجريد اللي قاعدين يعبدوا ربنا طول النهار، يجيب لهم اكلهم بالفلوس اللي بيشتغل بيه.
وقيل كان مع جماعة من أصحابه فكان يعمل بالنهار وينفق عليهم ويجتمعون بالليل في موضع وهم صيام. كانوا بيصوموا كل يوم ويستنوا بالليل لما يجي لهم سيدنا إبراهيم بن آدم جاب لهم شوية أكل إيه ناتج عن عمله اللي اشتغل. ففي يوم من الأيام هم كان عندهم شوية أكل جالهم وسيدنا إبراهيم بن آدم اتأخر عليهم شوية، يمكن صلى العشاء وقعد يصلي السنن وبتاع فتأخر عليهم شوية، قالوا احنا عندنا أكل وهو كل يوم بقى بيتأخر علينا كده، طب احنا بقى هناكل ومش هنستنى عشان لما يجي ما يلاقيش أكل يوم يحرم يتأخر كده تاني، يعني ما التمسلوش العذر، فاهم؟ مش عايزين يلتمسوا له العذر. فكان يعمل بالنهار وينفق عليهم ويجتمعون بالليل في موضع وهم صيام، فكان يبطئ في الرجوع من العمل. فقالوا ليلة تعالوا نأكل فطورنا دونه حتى يعود بعد هذا أسرع، يوم يحرم يجينا كل يوم بدري. فأفطروا وناموا، راحوا كلوا لقمتين. الأيام التانية كانوا بينتظروا ليه؟ ما حلتهمش حاجة، ما عندهمش حاجة يأكلوها. أول ما ربنا أكرمهم من جهة تانية افطروا على سيدنا إبراهيم بن آدم، هو بيتأخر علينا ليه كل يوم؟ طب والله لا نأكل ونسيبه وننام عشان يحرم يعمل كده تاني. يبقى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأى واستغنى. إنما طول ما هما ما عندهمش حاجة قالوا هما قاعدين مستنيين إن شاء الله يجي لهم 12 بالليل وما فيش حاجة. أول بس ما ربنا جاب لهم حتى كسرة ابتدوا إيه يفتروا على سيدنا إبراهيم الناس. فشوف بقى فلما رجع إبراهيم وجدهم نياما، الليلة دي بقى رجع لهم لقوهم نايمين. فقال مساكين، هو افتكر إن ما كانش عندهم أكل وانتظروه لحد ما ناموا جعانين فصعبوا عليه. يبقى هو بيلتمس لهم الاعذار وهم لا. شوف الفرق بقى بين ايه ادب الشيخ وادب التلميذ. فقال مساكين لعلهم لم يكن لهم طعام، فعمد الى شيء من الدقيق كان هناك فعجنه واوقد على النار وطرح المله، يعني حط الرماد الساخن على النار كده عشان يعني يحمي الفرن يعني عشان يخبز. فانتبهوا صحيوا بقى لقوا حركه كده وجلب حواليهم وقاعد يخبز. فانتبه وهو ينفخ في النار واضعا محاسنه على التراب، يعني حاطط وشه كده على الارض وبينفخ كده وقاعد بيشتغل، ما هو شغال طول النهار وقاعد يخبز لهم بالليل وهم نايمين. فقالوا له في ذلك، فقال قلت لعلكم لم تجدوا فطورا فنمتم فاحببت ان تستيقظوا والمله قد ادركت، والعجين يعني اتخبز يعني. فقال بعضهم لبعض انظروا ما الذي عملنا وما الذي به يعاملنا، يعني شوفوا الفرق بيننا وبينه. وقيل كان إبراهيم بن أدهم إذا صاحبه أحد شارطه على ثلاثة أشياء: أن تكون الخدمة والأذان له، وأن تكون يده في جميع ما يفتح الله عليه من الدنيا كيده، يعني يبقى هو الخادم بتاعه، يعني ما حد يصاحبه يقول لهم أنا بقى الخدم بتاعه، أنا اللي هخدمكم وأنا اللي أذن، وكمان ما فيش أي حاجة تعدوها طعام أو شراب يبقى أنا المسؤول عن إعدادها، يعني عايز يبقى خادم القوم وهو شيخهم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مش قال ايه وانا علي جمع الحطب، القصه المشهوره المعروفه. سيدنا رسول الله، طب الصحابه يكفون سيدنا سيد الخلق، لكن الرسول يريد ان يربي الناس يعلم الناس ايه حال الشيخ مع تلاميذه يعمل ايه. فقال له يوما رجل من اصحابه انا لا اقدر على هذا، واحد من اصحابه لما بيشرط عليه بيقول له الاذان ليا والخدمه ليا ومفيش حاجه بإعداد طعام الا وانا اللي اعمله لك طول ما انت مصاحبني. قال له بس انا ما استحملش كده، انا ما استحملش بقى، انت راجل شيخ كبير تعمل ده كله وانا اعمل ايه؟ طيب هو عايزه ياكل بس. فقال اعجبني صدقك، قال له والله انا مبسوط انك انت راجل صادق. تاني يقول له انا ما عجبنيش الحكايه دي. وقال يوسف بن الحسين قلت لذنون مع من اصحب؟ فقال مع من لا تكتمه شيئا يعلمه الله تعالى منك، يعني الصاحب صحيح هو الذي لا يجعلك تتكلف خلق ليس فيك، تبقى على سجيتك، تبقى على سجيتك مش متكلف، يعني تبان قدامه انك انت راجل متكلف فتبقى صحبتي دي صحبة فيها تكلف. لا، الصاحب صحيح هو الذي لا يجعلك تتكلف شيء ليس من اخلاقك، تبقى بطبيعتك، تبقى عايش معاه كده بطبيعتك بسجيتك، حتى لو كان هو بعد كده اعلى منك في القدر يقوم يعرف عيبك يقوم يدلك عليه، مش كده برضو؟ ولو كان قرين ليك يقوم ايه يتغافل عن عيوبك، علشان دي اصول الصحبة كده في القرين، انه يتغافل عن ايه ويستر عيوب صديقك.
وقال سهل بن عبد الله لرجل: ان كنت ممن يخاف السباع فلا تصحبني. لان سيدنا سهل بن عبد الله التستوري كان يمشي في الصحاري والبراري، فكانوا يتعرضوا احيانا لسباع، يتعرضوا لهوام. فقال له: لو كنت انت خواف بقى يبقى ما تجيش معايا بقى، مش كل شويه تقول يمي وتستخبى ورا الجبل، ما ينفعش كده. ها وانا طول النهار حاضر اطبطب عليك، ما ينفع. هم كانوا مع الله، فكان يرى السبع ده زي القط، كله زي بعضه لانهم مع الله، لان كل السباع دي والحاجات دي كلها هي ما هي الا يعني جند لله عز وجل. فان كنت مع الله كفاك كل ما اهمه. انما امتى يخيفك السبع؟ يخيفك السبع لما تكون مع نفسك مش مع الله. يوم اول ما يظهر السبع تجري، تجري على طول، لان انت واجهته بنفسك وانت نفسك ضعيفه. لكن لما تواجهه بالله ما تفرقش. السبع زي الفار، زي الصرصار، زي الدبانه، كله حاجه واحده. وده مقام عالي على فكره، مش كل واحد يتحمله، الا اللي رب نفسه خالص وتعلم ان يكون قلبه نظره الى الله فقط. انا اديتك مثال، احنا قلنا مسرح العرايس. مسرح العرايس ده الفتى النازله والعرايس بتلعب، الطفل اللي قاعد فاكر ان العروسه هي اللي بتلعب، فيقوم يخش الاسد، الطفل يقول الاسد، واخد بقى ويخاف يقرب للاسد لحسن الاسد يعضه. لكن بابا اللي قاعد بقى راجل عاقل كده، بابا قاعد بقى راجل ما شاء الله يعني حاجه كبير، فاهم ان الاسد ده عباره عن فتى متحركه، فما يخافش، ده حته خشبه. يقوم لما يجي يحصل ان الاسد يقرب على ابنه يعوره، ما يبصش للاسد، يبص لمين؟ ده اللي في ايده الفتله. فهم؟ يقول له ايه الحكايه؟ انت هتقلبها جد ولا ايه؟ مع ان الاسد اهو. مش كده برضه ولا لا؟ ولا هيكلم الاسد؟ هو الاسد بيتحرك بنفسه؟ لكن مين اللي هيكلم الاسد ويخاف منه ويجري؟ الطفل اللي هو فاكره ان الحركه منه بذاته. الوالي شاف ربه فاعل في الاكوان، فعنده الاسد زي القط. فهمت؟ لانه كله متحرك بالله، فلما يشوف الاسد يتوجه الى الله، ما يتوجهش الاسد. اسد ايه ده؟ فهمت بقى المساله؟ لانه كبير فاهم. انما الطفل يجري خايف من الاسد، يوم التاني ابوه يضحك عليه لانه فاهم. يوم الوالي لما يشوف واحد بيجري والاسد يضحك عليه، يقول يا طفل يا مسكين، هو الاسد ده يعمل حاجه؟ وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. افهم. فمسرح العرايس ده عظه كبيره، لان ده مظهر للاكوان، مظهر للاكوان انها متحركه في الصوره، ولكن في الحقيقه انها محركه. هي في الصوره متحركه وفي الحقيقه انها محركه، فرق كبير. فانت تروح مسرح العرايس النهارده عشان تتعظ، مش عشان تتفرج على شجيع السيما، لا تتعظ فقط. ما ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يوصلك بكل شيء، حتى ولو بادوات الله. شوف ولو بادوات الله ويديك فيها المثال. فانت اعرف، ادي العارف بالله، ادي معنى وحده الشهود عند الصوفيه، اللي هم الناس مش فاهماها. يقول لك الصوفيه قالوا وحده الشهود يبقى ربنا حل في الاكوان. حل ايه؟ حل ايه؟ ده انت اللي حلك، ده انت الظاهر حله، مش فاهم. وحده الشهود عند الصوفيه انه راى ان الفاعل هو الله، مفيش اكثر من فاعل. ادي معنى وحدة الشهود. ومهما تعددت الصور فالفاعل واحد، مهما تعددت الحركات فالمحرك واحد، مهما تعددت جهات العطاء فالعاطي واحد، مهما تعددت جهات القهر فالقاهر واحد. وبالتالي عرف الله في كل شيء فلم يجاله في شيء. وعلشان كده كتير ابن عطاء الله بيقول في الحكم ايه: علمت باختلاف الاثار وتنوع الاطوار ان مرادك مني ان تتعرف الي في كل شيء حتى لا اجهلك في شيء. يبقى ربنا اراد ان يتعرف عليك في كل شيء. فلو هتيجي تناكف الاكوان، لان ده متحرك هيجي يهجم عليه، وده مش عارف هيجي يبغضك، وده هتلاقي نفسك طول النهار قاعد بتحارب في كل اتجاه لحد ما يغمى عليك وتبقى مرهق وينقلوك العنايه المركزه ونستريح منك. ليه؟ لانك انت مش مستريح قلبيا. قلبك قاعد بيناكف ده ويناكف ده ويناكف ده، وحامل هم ده وحامل هم الرزق وهم الاقل. شغلانه كبيره، انت ضعيف ما تتحملش ده كله. لكن الاحسن انك تريح نفسك. كل ده الله هو الفاعل، خليك مع الله. وربنا بيقول لك ايه؟ ضرب الله مثلا
رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ هذه المثال، الشركاء المتشاكسون اللي هو بيشوف الاكوان متحركة فيقوم يتعامل معها على حسب وفق حركتها انها ذاتية، في حين الثاني رجل سلم للرجل وجد الله فعرف كل شيء فاستراح واراح وعرف الحكاية انها من الله انتهى. هذه المسألة عشان كده بيقول له اذا كنت بتخاف من السباع ما تسافرش معايا، وانا كل شوية بقى حشيلك وطبطب عليك واقول لك ما تخافش، هو احنا فاضيين نحايل؟ سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت محمد بن الحسن العلوي يقول حدثنا عبد الرحمن بن حمدان قال حدثنا ابو القاسم بن منبه قال سمعت بشر بن الحارث يقول صحبة الاشرار تورث سوء الظن بالاخيار. طبعا اما تمشي مع ناس اشرار بيمكروا على بعض طول النهار، ثم اما تيجي تمشي مع ناس اخيار يعملوا بعض التصرفات اللي الظاهرة تشبه دي تقوم تسيء الظن على طول بيه. ليه؟ لان انت تعودت على اساءة الظن، فالاحسن تصاحب الاخيار. وحكى الجنيد قال لما دخل ابو حفص بغداد كان معه انسان اصلع لا يتكلم بشيء، فسألت اصحاب ابي حفص عن حاله فقالوا هذا رجل انفق عليه 100,000 درهم واستدان 100,000 درهم انفق عليه ولا يرخص له ابو حفص ان يتكلم بحرف. سيدنا ابو حفص ده كان مربي وكان احد الناس معاه صاحبه ان يربيه، والظاهر ان هو كان عنده اموال كتيرة فانفقها على سيدنا ابو حفص وعلى تلامذته، فسيدنا ابو حفص كان يرى ان عيب الرجل ده انه يحب يمن على الناس ويحب يظهر يقول انا عملت وانا انفقت وانا، فقال له تصحبني ما تنطقش كلمة تصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليأكل ايه خيرا او ليصمت، يبقى بيربيه بالصمت، لان في ناس يتربى بالصمت وفي ناس تتربى بلا تغضب، مش كده برضو؟ وفي ناس تتربى بانه لا يسأل الناس شيئا، ما هو النبي ربى كل التربيات دي كلها للناس قال لي ده كذا، وفي ناس تتربى بمجرد المواظبة على الذكر، وفي ناس تتربى بالمواظبة على السنن المعتادة ويواظب عليه ويتربى وهكذا، يبقى كل واحد له حسب احواله. فده الظاهر كان علاجه لسانه هو اللي تعب، فقام سيدنا ابو حفص قال له ايه تصحبني ما تنفعش كلمة، تقعد كده زي الاخرس. يتعلم ايه؟ يتعلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. وقال ذو النون لا تصحب مع الله الا بالموافقة، يعني موافقة شرعه، مش انت بتقول اللهم انت صاحبه في السفر، طب الصاحب في السفر وتروح في السفر تعصى ربك، يبقى ازاي صاحب في السفر؟ يبقى الصاحب في السفر صحبة الله مراعاة شرعه ومراعاة الاداب والتفنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي دي صحبة الله بتمام الموافقة. ولا مع الخلق الا بالمناصحة، ومع الخلق ضد الغش، تمشي مع الخلق ضد الغش. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا انس يا بني ان استطعت ان تبيت وليس في قلبك غش لاحد فافعل فان ذلك من سنتي ومن احيا سنتي كان معي في الجنة، حديث رواه الترمذي. يبقى الغش وحش، من غشنا ليس منا، يبقى الصحبة مع الناس بالمناصحة والمناصحة ضد الغش، كويس؟ ولا بالمفاضحة، الوقت بقت بالمفاضحة، الناس تحب تفضح بعضها، ولو عمل حاجة كده في أوضة ضلمة وانت شفته كل الناس تعرف تاني يوم. ليه؟ لانك شغال في السي ان ان، طالما انت شغال في السي ان ان لازم بقى تذيع وتخبر الناس. لا حرام حرام، الرسول صلى الله عليه وسلم في اكتر من الزنا يقول هل لو وضعت عليه ثوبا سترته، يقول لو رأيت اخاك يزني تعمل ايه؟ قال ضع ثوبا تستره. يا ايه الحكاية الصعبة دي، ايه الحكاية الصعبة دي؟ اتعلم بقى. لا ده انت عارف ايه المحمول في ايدك، هتشوفه هتروح طالب كل الناس عشان كل الناس تشوفه وتتفضح. ليه؟ ما يمكن هو الوقت الثاني بعد كده يتوب بعد كده يبقى ولي، ايه عرفك؟ هي الغامضية دي، مش الرسول بيقول صلى الله عليه وسلم تابت توبة لو قسمت على اهل المدينة لوسعتهم؟ حاجة كبيرة. الاسلام مفيش حاجة اسمها ايه تيأس من انسان ابدا، ما تيأس من حد ابدا، ده ممكن الانسان ده ربنا سبحانه وتعالى يعني يطلع من الكافر ولي الكافر، فما بالك المسلم العاصي؟
مسلم العبد درجة أعلى كتير. فين الكافر والمسلم الأصلي؟ يبقى المسلم العبد ده درجة متقدمة عالية، يبقى لازم يعامل معاملة تليق به، تستره ولا تفضحه وتنصحه سرا، لأنك أنت لو نصحته على صفحات الجرائد زي ما قلت لك تبقى فضائح. يبقى ولا مع الخلق إلا بالمناصحة، ولا مع النفس إلا بالمخالفة. هتصاحب نفسك تقوم تخالفها بقى، مش كل حاجة تشتهيها تعملها ولو في المباح. ما هو الأول هتطلبها، أصل النفس دي يعني لئيمة، هي عارفة إنك أنت راجل حافظ القرآن وبتصلي وبتاع ربنا، هتيجي تقول لك يعني روح اذني، مش هتقول، دي لئيمة فقير. لكن هتقول لك إيه؟ هتقول لك حاجات كده من المباح، هات كذا، هتعمل كذا، تقوم أنت تطوعها، النهارده ناكل كنافة، بكرة ناكل كباب، بعده مش عارف إيه، كل ما تطلب حاجة جيلاتي. تتعود بعد كده انك انت تطيعها في المباح، اتعودت خلاص ونمت في المباح، تقوم ايه تبتدي تطلب المكروه. تقول لك يعني وانت يعني كل ما تسمع اذان تخش تصلي في اول الوقت، ما ده اسمه الواجب الموسع عند الفقهاء، ده واجب موسع، يعني من الظهر للعصر عندك وقت طويل، يعني لازم انت عندك مشوار الحق الموظف الفلاني وروح وبعدين اما تروح يبقى صلي، لسه الوقت طويل. ما بتقولكش اترك الصلاه، ده بتكلمك بالفقه، تقول لك واجب موسع، دي فقيهة. بس هي ما قالت لكش كده في الاول، ده قالت لك كده بعد ما قالت لك هات قصب وهات جيلاتي وهات بيبسي وهات شيبسي وهات وهات وطوعتها. فلما طوعتها كده ابتدت تأمرك بالمكروه، تسمع كلام نبطل نصلي في اول الوقت، وانت يعني هتصوم اثنين وخميس كده على طول، يا اخي ما رمضان كويس وربنا ما عرفش الناس، تقوم تبتدي تبطل وهكذا. كل حاجة بالتدريج كده، وبعدين تطوعها في المكروه، بعد كده تطوعها في الحرام، بعد كده تأمرك بالحرام الصغائر، أصلا فقيه، هي مش تأمرك بالحرام الكبائر، تأمرك بحرام الصغائر يا سيدي. يبقى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، والنفس أمارة بالسوء أو نفس لوامة أو نفس يسموها الملهمة بعد اللوام، وبعد الملهمة تبقى الراضية المطمئنة، وبعد المطمئنة تبقى الراضية، وبعد الراضية تبقى المرضية، وبعد المرضية تبقى الكاملة، نفوس كلها. والنفس دي عبارة عن اللطيفة الربانية اللي هي عبارة التي تجعل الإنسان إنسان، فإذا كانت في مقام الإسلام تسمى نفس، في مقام الإيمان تسمى قلب، في مقام الإحسان تسمى سر، مش كده برضو؟ لكنها كلها نفس، وكل نفس في هذه الأحوال لها الذكر بتاعها اللي يعالجها، نبقى نقعد مرة نتكلم عليها، لأن النفس اللوامة لها ذكرها، والنفس المطمئنة لها ذكرها، والنفس كل واحدة لها ذكرها اللي يحرقها حتى ترتقي إلى الأعلى منه. وعلشان كده الصحبة مع النفس بالمخالفة ومع الشيطان بالعداوة، إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا، مش كده برضو؟ وقال رجل لذنون مع من أصحب، فقال مع من إذا مرضت عادك وإذا أذنبت تاب عليك، يبقى ربك، مش هتجد واحد إلا بالطريقة دي. لكن لو فرض أن ربنا خلق لك واحد بالطريقة دي، لإذا مرضت عادك وإذا أذنبت في حقه غفر لك وسامحك، يبقى خير، ده عد عليه بالنواجذ، ده نادر اما تلاقيه. لكن لو ما لقيتش تجد الله هو الذي يعاملك بهذا. سمعت الاستاذ ابا علي رحمه الله يقول: الشجر اذا نبت بنفسه ولم يستنبته احد يورق ولكنه لا يثمر. يعني اللي بيربي نفسه من غير شيخ ممكن يورق لكن ما يبقاش فيه ثمر. كذاك المريد اذا لم يكن له استاذ يتخرج به لا يجيء منه شيء، ما يجيش منه ثمره، وان كان ممكن يبقى علمه كبير، لكن مفيش الثمر اللي هي حلاوة ايه؟ حلاوة العلم. وكان الاستاذ ابو علي يقول: اخذت هذا الطريق عن النصربادي، والنصربادي عن الشبلي، والشبلي عن الجنيد، والجنيد عن السري، والسري عن معروف الكرخي، ومعروف الكرخي عن داود الطائي، وداود الطائي لقي التابعين. يبقى ادي ميزة الشيخ انه ايه؟ يدلك على الاسانيد الروحانية، لان في اسانيد روحانية تربوية زي ما في اسانيد كده في الرواية بيراعيها علماء الحديث، برضو في اسانيد للتربية يراعيها علماء التربية وعلماء التصوف. وسمعته يقول: لم اختلف الى مجلس النصر بادية قط
إلا اغتسلت قبله. يبقى احترام مجلس الشيخ المرب يقول لك ما كنتش أروح للشيخ إلا أن اغتسل قبله حتى يغتسل في الظاهر من أدران الظاهر، تمهيدا أن إيه أن يتخلص من أدران الباطن، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. قال الأستاذ أبو علي أبو القاسم القشيري اللي هو عبد الكريم صاحب الرسالة، ولم أدخل أنا على الأستاذ أبي علي في وقت بدايتي، أبو علي الدقاق شيخه وتزوج بنته بعد كده، لم أدخل أنا على الأستاذ أبي علي في وقت بدايتي إلا صائما، وكنت أغتسل قبله يعني قبل الدخول إليه، وكنت أحضر باب مدرسته غير مرة فأرجع من الباب احتشاما منه أن أدخل عليه، من كثر إيه حياء واحترامه كان أحيانا يوصل باب المدرسة بتاعته ويستحي أن يقابله على الحل يرجع. فإذا تجاسرت مرة ودخلت المدرسة كنت إذا بلغت وسط المدرسة يصحبني شبه خضر، يحس أن جسمه نمل من هيبة الشيخ، حتى لو غرز في إبرة مثلا لعلي كنت لا أحس به. ثم إذا قعدت لواقعة وقعت لي لم أحتاج أن أسأله بلساني عن المسألة، فكما كنت أجلس كان يبتدئ بشرح واقعتي وبيقول لما كان يحصل لي حاجة عايز أسأله فيها كنت ما أسألوش هيبة له، فأجلس ألاقيه في بداية شرحه يتكلم في الحاجة اللي أنا كنت عايز أسأله عليها. وغير مرة رأيت منه هذا عيانا، وكنت أفكر في نفسي كثيرا أنه لو بعث الله في وقتي رسولا إلى الخلق هل يمكنني أن أزيد من حشمتي على قلبي فوق ما كان منه رحمه الله، فكان لا يتصور لي أن ذلك ممكن، لأنه كان بيحتشم مع الشيخ على أساس أنه ده وارث نبوي محمدي، احتشامه مع رسول الله كأن ده وارث النبي، فإذا يحتشم معه احتشامه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يتصور لي أن ذلك ممكن. ولا أذكر أني في طول اختلافي إلى مجلسه ثم كوني معه بعد حصول الوصلة أن جرى في قلبي أو خطر ببالي عليه قط اعتراض، ما كانوش يعترض على مشيخهم أبدا، إلى أن خرج رحمه الله من الدنيا. أخبرنا حمزة بن يوسف السامي الجرجاني رحمه الله قال أخبرنا محمد بن أحمد العبدي قال أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا يونس قال حدثنا خلف بن تميم أبو الأحوص عن محمد بن النضر الحارثي قال أوحى الله سبحانه إلى موسى عليه السلام كن يقظانا. طبعا هنا بيأمر سيدنا موسى، لكن بيأمر الناس من خلال سيدنا موسى، بيأمر الأمم كلها من خلال النبي. كن يقظانا يعني غير غافلا، إما منتبه لعيوب نفسك أو منتبه لمراد ربك، مرتادا لنفسك أخدادا يعني أخدانا يعني تبحث عن أصدقاء، وكل خدم لا يؤاتيك على مسرة فقصه، وأي صديق لا يعينك على ما فيه مسرتك يعني أمر أخرى يبقى ابعد عنه أحسن. ورسول أي للمرء على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالل، ولا تصحبه فإنه يقسي قلبك وهو لك عدو، وأكثر من ذكري تستوجب علي شكري والمزيد من فضلي. سمعت الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت عبد الله بن المعلم يقول سمعت أبا بكر الطمستاني يقول اصحبوا مع الله، يعني ايه يكون صحبتك مع الله، فإذا كانت صحبتك مع الله ولأجل الله خلاص هتشفق على الناس وتتغافل عن معايبهم وتحترم كبيرهم وترحم صغيرهم وتؤثر رفيقك وتعاملهم بالفتوة، كل الأداب دي هتراعيها. انظر إلى رسول الله كيف صاحب أمته صلى الله عليه وسلم، يقرأ سيرة النبي بنظرة جديدة تجد الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب الناس بكل هذه المعاني العالية صلى الله عليه وسلم. فإن لم تطيقوا فاصحبوا مع من يصحب مع الله لتوصلكم بركات صحبتهم إلى صحبة الله عز وجل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يوفقنا وأن ينور بصائرنا. معنا صيغة صلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هنوزعها عليكم، هي صيغة مباركة مجربة وضعها سيدي عبد السلام بن بشيش اللي اسمها الصلاة المشيشية، وشرحها سيدنا عبد الله الصديق الغماري شيخنا بصلاة مسجية جاء بأدلتها من القرآن والسنة، فصارت صلاة بديعة فيها صلاة على النبي وفيها ذكر مناقب الرسول وفيها آيات قرآنية وفيها أحاديث نبوية وفيها دعوات، فصلاة جامعة تقرأ مرة في اليوم، وإن شاء الله إذا كان فيها بعض النقاط الغير واضحة فالحمد لله احنا بنشرحها في مسجد الأشراف، وآخر الجمعة الجاية هننتهي من شرحها
وهيبقى يعني تسجيلها متوفر مع اخونا موسى، اللي عايز يسمع شرحها بالصوت يبقى يعني ياخد من اخونا موسى الشرح. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وافرع ذكري الغافلون. جزاكم